صباح الخير عن جديد، وان شاء الله يكون كل المتابعين اللي عم بيتابعونا اليوم عم بيقضوا معنا صبحيه وتقليه نهار حلو لالن ولكل الاشخاص اللي بحبون. سيدات الغد الافضل مجموعه نساء من مختلف الكره البقاعيه بيشتغلوا من اجل تمكين المراه بكافه المجالات، ان كان بيئيه، سياحيه، صحيه واجتماعيه. وخلال شهر رمضان اطلقوا برنامج بعنوان تفرق معنا على رقم واحد. تنتعرف أكثر على المجموعة معنا بالاستوديو لينا خوري مسؤولة سيدات الغد الأفضل تنحكي معها عنهم وعن برنامجهم. أهلا وسهلا فيك لينا. صباح الخير. كيفك اليوم؟ الحمد لله. مشوار بعيد من البقاع لهون، ولكن حلو دايما نضوي على النشاطات اللي عم بيقوموا فيها بكل المناطق اللبنانية، وحلو نوصل كمان لكل اللبنانية هيدا الصورة الحلوة عن بلدنا. عشان هيك بدي أشكرك أنا أنه فسحتوا لنا المجال أكيد نطلع ونحكي من أنماطات البقاع وعن النشاطات اللي عم بتصير فيها. أكيد هيدا واجبنا بالنهاية، ولازم نوصل هول المعلومات للعالم. اليوم رح نحكي شوي عن المجموعة اللي هي سيدات الغد الأفضل. خلينا نبلش بلمحة عن تأسيسها وعن أهدافها قبل ما نفوت بتفاصيل البرنامج. تفضلي. نحن مجموعة سيدات موجودين بالبقاع على أمل أنه نوصل لكل لبنان. منشتغل من أجل تمكين المرأة، عنا بكل ضيعة متواجدين بأكثر من 30 ضيعة لحد هلأ. عنا مجموعة ناشطة بكل ضيعة، وكل ضيعة حسب احتياجاتها شو بتكون عندها يعني، فنحن منقدر نساعدهم ونلبي لهم احتياجاتهم لحتى يوصلوا. نحن منشتغل على تمكين المرأة، تمكين المرأة من كافة النواحي. نحن منشتغل تحت اسم سيدات الغد الأفضل. جمعيتنا الأساسية هي اسمها سبيلة. سبيلة يعني سبيلها، سبيل المرأة، كل شيء بيعترض المرأة بسبيلة بطريقة فنحن مسؤولين عنه. فإذا عم نشتغل نشاط بخص الذكور يعني ابنها، جوزها، بيا يعني بخص المرأة، إذا عم نشتغل بخص الإناث، إذا عم نشتغل نشاط طبخ، إذا عم نشتغل نشاط بقلب الضيعة، أي شيء بهالمجتمع هو بخص المرأة. مثل ما بيقولوا دايما المرأة نص المجتمع، ونحن دايما منأكد هي المجتمع كله لأنه كله مربوط فيها للمرأة. فنحن قدي فينا نقدر نساعدها ونمكنها لتضل واقفة عجريها، ليضل المجتمع ماشي بشكل صحيح، بيكون كتير منيح يعني. يعني بعتقد هيدا أفضل فكرة، أنه نحن ليه عم نكون عم نركز هالقد على المرأة؟ ما هي المرأة اللي عم تبني المجتمع، لأنه هي اللي بتربي الأولاد كمان، وحتى يعني لو البي بيقوم بالتربية أكيد، ولكن صحيح. الأم لها دور كتير مهم طبعاً. وكتير دقيق غير عن البي، وبذات الوقت هي منبع الحياة يعني، كلنا بنعرف هذا الشيء، فلازم نمكن المرأة كرمال يتحسن كل نمط العيش. وبيني وبينك البي يعني شو بدها الأم؟ بده يمشي 100% كمان ما في زعالة. اليوم لينا بس نحكي كمان عن مجموعة سيدات، قد إيه أهمية هيك نوع من المبادرات إن كان بمنطقة معينة أو إن كان بلبنان على شكل عام؟ يعني أنا بدي أحكي، وإذا بدك بدي خصص البقاع شوي. بتعرف يعني نحن منطقة البقاع شوي منسية، لو ما في كم شخص هيك عم بيضلوا يتذكرونا ويدعمونا دايما. نحن كسيدات الغد الأفضل، نحن شعارنا الغد الأفضل هو نحن تابعين لمؤسسات الغد الأفضل. معالي الأستاذ حسن مراد هو دايما دعمنا بأي شيء عم نعمله، الحمد لله أنه بعد في أشخاص بتدعم من دون أي مقابل، كتر خير الله أكيد. يعني أي شيء نحن يعني منلاقي هالمنطقة بحاجة لإله المفروض أنه نحن ندعمه. دايما أنا بس روح على المناطق بقول أنه يا صبايا شو عندكم أنتوا، شو بدكم يعني، بيقولوا لي طيب أنت قولي لنا شيء نشاط، مش أنا اللي بعرف أنتوا شو بدكم، أنتوا بهيدي الضيعة محتاجين هيك، يمكن نيجي بنا نقول بنا نعمل هيدي الطاولة بهيدي الضيعة، طب ما هيدي الضيعة طلعت عم تصنع هي هيدي الطاولة، شو بدي بحاجة فيها؟ فأنا بدي أشوف وين احتياجاتهم، أنا بدي لبي لهم إياها، هيدي شغلتي. فهيدا اللي دايما عم نسعى له لحتى نقدر نساعدهم. من أول بداية سيدات الغد الأفضل لليوم شو تغير؟ اللي تغير كتير صراحة، وخاصة بمنطقة البقاع. يعني أول ما كنا نطلع بالبقاع يعني بس تجي لينا تقول أنه والله بدنا نطلع اليوم نعمل نشاط. يعني في شغلات بعد في هيدي العقلية اللي أنه وين طالعة مرتي وليش بكون تاخدوها، وكيف بدها تطلع مثلا عندنا نشاط 3-4 ساعات، ليه بدها تطلع وتترك بيتها وتترك أولادها وهي. شوي شوي صارت الناس عندها ثقة فينا، صار حتى الرجال يعني أنه إيه طلعي، لأنه حسوا أنه نحن عم نعمل فرق، نحن عم نغير، نحن عم نشتغل شيء راقي ومحترم وبيلبي حاجات هيدا المجتمع، وأنه يمكن لو نحن ما عم نشتغل
يشتغلوا، ما في حدا تاني عم يشتغل بهيدي المنطقة، فلا خلي مرتي تطلع وتكون هي عنصر فعال. فهيدا بالنسبة إلي إنه أهم من أي شيء تاني، يعني قدرنا نعطي المرأة دورها الصحيح ونوجهها بالمطرح اللي لازم تكون فيه يعني. وبعدين مرة على مرة الزوج بصير ينتبه إنه مرته عم تكون أريح، عم تحسن حالها، عم تكون هي واسعة من حالها، فبينبسط كمان بنفس الوقت هي عم تساعد. صارت بتعرف بهيدي الأيام يعني إيد وحدة ما بتزقف مثل ما بيقولوا، يعني لازم المرأة والولاد وكل العالم بدهم يشتغلوا لحتى يقدروا يكفوا حالهم. نحن بفترة من الفترات عملنا معرض الإيدين اللبقة، كان عبارة عن أنه أي مرة بتقدر تشتغل شيء، كان بإيدها كان فكريا أي شيء يعني. فبلشنا بالموضوع على أساس عنا شيء 20 مشتركة، فلما افتتحنا المعرض كان عندنا 95 مشتركة ومشتركات، يعني عم أقول لك مثلا جمعية، الجمعية ممكن يكون فيها 20 مرأة وممكن يكون فيها 100 مرأة، فكان عندي 95 مشتركة. هيدا دليل انه نحن عنا قدرات كتيرة، وخاصة بمنطقة البقاع، بس انه بدك مين يضوي عليها ومين يقدر يكتشف هيدي القدرات لحتى يبرزها وتصير عن جد فعالة بمجتمعها يعني. بس بدنا هيك شوية دعم منلاقي قديه في مهارات وقدرات عم تبين، لأنه شفنا هذا الشيء يعني بآخر فترة، وخاصة عند المرأة اللي عم تقدر تحقق نجاح. وهلا آخر فترة يعني إن كان بالمونة إن كان بتحضير أشياء على إيديها تبيعهم كمان، يعني عم نشوف المرأة عم تقدر شوي شوي بمهاراتها توصل وتقدر تحقق عم نحضر كمان هلا لعدة دورات نشتغل فيها بالفترة القادمة كمان لحتى نزيد تمكين، حسب كمان مثل ما قلت لك انه حسب احتياجاتهم أكيد. يعني منا رح تكون دورة بكل ضيعة نفسها، بكل ضيعة حسب ما هن بيحتاج، وهذا بعتقد اهم كمان تشوفوا كل شغلة ناقصة وين وتقدروا تزبطوها. صحيح. اليوم بس نحكي عن النشاطات اللي عم تقوموا فيها، بنعرف انه بشهر رمضان بالتحديد في نشاط تفرق معنا على رقم، خبرينا اكثر عن هذا النشاط. هلا انا في يمكن شوي هيك في شيء غلط او سوء تفاهم او شيء، نحن برنامج بتفرق على رقم هو عندنا نحن اذاعه اسمها بكره احلى، فكنا كانوا مستضيفيني ببكره احلى وهو كان هيدا البرنامج. بس نحن كسيدات عم نشتغل على مع الايتام حاليا بشهر رمضان. الفكرة عنا نحن دار أيتام، دار الحنان للأيتام، هو بيجمع أكثر من 600 طفل بقلب الدار، في شيء خارجي وفي شيء داخلي، ونحن هلأ بهيدي الفترة عم ناخد كل الأطفال اللي هن عم بيكونوا داخلي بقلب الدار. الفكرة تبعنا طبعاً بالدار يعني الحمد لله كلهم معززين وكل شيء ما بينقصهم شيء، ما حدا عم بيقصر معهم. بس الفكرة انه نحن بدنا نخلي يعني يكون في تفاعل اكتر، ونخلي اولاد الدار يفوتوا على بيت كل حدا حوالينا يعني. فبلشنا بفكرة من شي سنتين انه السيدات، نحن كسيدات انه والله انا بعمل طبخة، انت بتعملي طبخة، هي بتعمل طبخة، ومنطلع ومنتغدى معهم للولاد. فكانت الفكرة كتير حلوة وكتير ناجحة، والحمد لله لقيت تجاوب كتير كبير، وما اقتصر الموضوع صار على الغداء، صار في انه جبنا تياب للعيد لبسناهن، عملنا مسرحية، كل هيدي القصص اللي بتفرح الولد يعني. نحن عم نشتغل على فرحة الولد أكثر إذا بدك. تطورت الفكرة وبلشنا سنة الماضي أنه كل يوم بدل ما يفطروا الولاد بقلب الدار، طيب تعالوا لحتى نطلع نحن وإياهم لعند حدا. يمكن شغلة صغيرة هيك على الخبرية يعني. بعدين نحن بنعرف يعني الفرحة، لما نشوف الفرحة تبع الأولاد لحالنا بيصير عندنا فرحة، وبعتقد هذا الشهر بس عن هذا الموضوع كمان أكثر أكثر. أنا بس بدي أقول لك شغلي، هيدي الفرحة يعني هلأ أنت عم تحكي وبتفكر فيها، بس أنت ما وما فيك تحس حقيقة إلا ما تكون عم تطلع بعين يتيم، هو عم يطلع فيك ومثل يعني حاسه مثل عم يشكرك، ما بعرف شو الإحساس اللي بتحسه، هو مش عارف، بس هيدا شيء ما بتلاقيه ولا أي محل تاني. هذا الامتنان اللي بنشوفه كمان لما حدا يكون بس منيح مع الشخص التاني، ما ضروري يكون عم بيقدم له كتير، ولكن بس هيدا هيك الطيبة اللي بتخلي الشخص يكون عن جد مرتاح. ست لينا قبل ما نكمل بمقابلتنا خلينا نشوف فيديو عن النشاطات اللي عم تقوموا فيها بشهر رمضان ومنتابع. رمضان كريم. ف
فوانيس الحارة تنور تحكي عن ضيف جديد يملأ قلبي أفراح ويخلي الدنيا عيد. رمضان جانا وفرحنا أبو بعد حلو. شفنا الفيديو عن اطفال دار الحنان اللي كنا اللي عم نحكي عنه كمان. هذا النشاط صار هالسنه او السنه الماضيه؟ هيدي السنه وهيدا بعدنا بنص النشاط لانه بعد نحن مستمرين. يعني كل الايام كنا عم نحجز افطارات والحمد لله الاصحاب الايادي البيضاء كثير. فهون اذا بتسمح لي اشكر كل حدا عن جد حط من وقته حط من ماله حط من مجهود اي شيء حط ولو 1% لاطفال دار الحنان. نحن بنشكره من كل قلبنا, مني ومن اطفال دار الحنان بنقول له شكرا كثير كبير عبر شاشة تلفزيون لبنان. أكيد يعني منعرف كل هول الأشخاص أصحاب الأيادي البيضاء اللي ما عم بيوقفوا حتى مع كل الظروف والمشاكل اللي عم بيقطع فيها البلد, بعدهم عم بيجربوا يكونوا عم بيساعدوا قد ما بيقدروا. وحتى اللي يمكن ما بيقدر يساعد ماديا مثل ما شفنا كمان في كتير نساء عم بيطبخوا عم بيقدروا يساعدوا على الأرض. فهذا بعتقد الوقت والجهد كمان كتير أهم من المصاري, لأنه في كتير ناس يعني مثلا يمكن يكون أنا ماني قادرة أنه استقبل هاي العدد الكبير لأنه في عدد كبير كمان, ونحن دايما مصرين أنه ناخدهم مجموعة واحدة يعني منشان ما تفرق بين ولد وولد ويروح لبيت هون ولبيت هون. لا, نحن مصرين ناخدهم بمجموعة ليكونوا كلهم بنفس الظروف. فاللي بدي أقوله أنه هالسيدات اللي استضافونا, في سيد يمكن ما بتقدر ماديا تحط اي شيء بس فعلا مزبوط. هي حركت, هي راحت شافتك الك شافت اي حدا تاني انه اذا بتقدر تساهم معنا. واي حدا ساهم, في ناس جابت طبخة ورق عريش هالقد, في ناس جابت ما بعرف شو, جمعنا مع بعض كل يوم الحمد لله عم بيكون شيء ولا اروع من هيك. عم يعملوا هالسيدات يعني عم بيبذلوا جهدهم لاقصى ما يمكن, يعني مثل ما شفت عم بيجيبوا لهم مثلا ناس بترسم لهم على وجههم, بيجيبوا لهم العاب, بيجيبوا لهم هدايا ثياب للعيد, يعني بالاضافه لكل اللي عم بيقدموا لهم النشاطات اللي عم بتصير عم كمان يعني الالعاب اللي عم بتصير بالافطار وتغيير الجو. يعني بنعرف قد ايه الاشخاص مهمومه وعندها كثير مشاكل, ولكن عم بتخصص هيدا الوقت وهيدي المساحة صحيح. كمان مش بس تتساعد الأطفال ولكن تتكون عم ترسم البسمة على وجه عالم بهاللحظة بالتحديد. ناقصها هيدا الشيء. هيدا من أول مرة طلعنا فيها كسيدات الغد الأفضل على دار الحنان اشتغلنا النشاط, ما عادوا يقدروا يوقفوا. أنا عن جد بدعي كل حدا يطلع على دار الحنان ويحس هيدا الإحساس لحتى يضل على طول واقف مع هالولاد. الولاد عن جد بحاجة للناس توقف معهم تفرحهم يحسوا فيهم, ما بدهم أكتر من هيك. يعني الولد بتعرف يعني إذا بتضحك له لمسة صغيرة بيمشي حاله. خاصة اليتيم, يعني بس نحكي عن أطفال أيتام يعني كمان في عنا بعد حس زيادة إنه نكون عم نهتم فيهم لهول الأطفال. وبس نرسم الضحكة على وجههم عن جد من حسة حقيقية ومن قلبهم, لأنه هول الأشخاص الأكتر شيء يمكن شفافين.
أول ما بنى دار الحنان اللي بناه معالي الأستاذ عبد الرحيم راد وجه له ألف صحية. أبو حسين من الناس اللي يعني نحن عنا مؤسسات، عدة مؤسسات، بس دار الحنان له معزة خاصة. أنا صراحة ما كنت أفهم ليش بس يطلع على دار الحنان بده يبكي، يعني ما كنت أعرف شو عم بصير معه. فبالأول يعني كنت أستغرب، بس لما صرت أطلع لفوق أول مرتين ثلاثة يمكن بكيت، بعدين قلت لازم أبكي إذا ما طلعت على طول يعني. مزبوط. فلازم بتحس في شي ناقص إذا ما عملت هذه الخدمة. يعني نحن الأشخاص دايما ندعيهم يقوموا بعمل تطوعي، وفي كتير أشخاص بيقولوا مش وقتها، ويمكن هلأ أنه مع كل المشاكل والهموم، ولكن العمل التطوع متنفس كمان طبعا بيغير جوي كتير، وبيخلينا نحس أنه مش كل شيء مادة بالحياة. صحيح. لما نحط وقتنا وجهدنا بيجينا رضا كتير كبير، غير ما نكون بس عم نقبض معاش آخر الشهر. هيدي أهمية العمل التطوعي. أنا صراحة جربت كل يعني الأشياء التطوعية، من صليب أحمر لكشاف بس العمل مع الأيتام مميز. أنا إذا بتسمح لي بدي أدعي الناس الخيرة يطلوا على دار الحنان. دار الحنان موجودة بالمنارة بالبقاع الغربي، مفتوحة 24 على 24 لكل حدا بيحب يكون مساهم بدار الحنان، إن كان معنويا إن كان ماديا. يعني بحيالله طريقة نحن بحاجة لوجود الناس بجنبنا لنضل قادرين نوقف هالولاد على إجريهم بطريقة كريمة بتليق فيهم وبتليق بطفولتهم الحلوة. أكيد. وحيالة مساعدة بتعمل فرق. ما نقول نحن ما عندي غير يمكن ساعة بالجمعة أو نهار بالجمعة بقدر أفضي حالي، ما عليه، هيدي بتضل تساعد لو شو ما كان. لينا بس نختم كمان، يعني بس هيك بالختام بدي أخذ منك كمان فكرة عن التفاعل مع السيدات، يعني السيدات اللي موجودين بهيدي المجموعة كيف عم بتلاقيهم كمان عم بتفاعلوا، شو ردات فعلهم لما بلشوا يفوتوا، لما يقوموا بنشاطات، لما تحسيهم أكتر وأكتر عم بيلاقوا حالهم وعم بيصيروا متمكنين أكتر وأكتر بالمجتمع؟ أكيد. نحن قلت لك أنه نحن أول ما بلشنا كان شوي صعب يعني الموضوع، بس هلأ لأنه المرأة عم تقدر تلاقي حالها، يعني أنت مثل ما عم تقول أنه إذا طلعت وبس ساعدت بأي شيء يعني ولو بسيط، عم تحس حالها أنه هي عم تعمل شيء، عم تطلع من الروتين اللي هي عايشة فيه ببيتها وما عم تطلع برات بيتها يمكن، وغاطسة بالطبيخ وبالشغل وبالكنس وبالمسح وهيدي الأشياء، في شيء بدها تحقق في ذاتها، وهي هون ملاقية حالها أنه هي عم تحقق ذاتها. كيف عم بتشوف النتيجة من عيون العالم، من النجاح اللي نحن عم ننجحه. يعني نحن قبل بمرة عملنا شيء عن نشاط بإحدى الضياع بالبقاع الغربي بغزة، أول مرة برمنا لمينا من الناس أنه إذا بتحبوا تشاركوا في عنا نشاط. طبعا أول مرة بتحس شوي هيك صعب القصة. تاني مرة كان عنا نشاط عن عيد مولد النبي، فصارت الناس هي تتصل فينا أنه تعوا نحن بدنا نقدم هيك، نحن بدنا نقدم هيك. هيدا دليل أنه صار عندهم ثقة فينا كسيدة الغد الأفضل. هيدا الشيء بيعطي دافع لإلنا نحن كسيدات ولكل سيدة فينا لحالة، يعني أكيد هي لح تعتز بحالة ولح تقول أنه أنا عم بعمل شيء، أنا موجود يعني لإلي أنا قبل مزبوط. لأي حدا تاني. مزبوط. إذا ما اهتمت بحالة مزبوط بدها تهتم بعائلتها بجوزها بولادها بأهلها أوقات، ولكن إذا ما اهتمت بحالة ما فيها تقوم بكل هول، وإذا قيمت فيهم رح تكونوا مقصرة بكتير قصص وتجاه حالة. نحن ما عم نقول تمكين المرأة تترك مهامة أو تترك تهملهم بطريقة ما، ولكن تمكين المرأة أنه نوصلها لمطرح أفضل تكون عم تقدر تعمل كل شيء لأنه قادرة كمان. ميرسي كتير لك لينا خوري، مسؤولة السيدات الغد الأفضل، وتحية كتير كبيرة لكل الأشخاص اللي عم بيساعدوا يمكن بدار الحنان وكمان بالمجموعة كرمال يكونوا عم بيقدموا المرأة والمجتمع بشكل عام. شكرا لك، وشكرا لكل سيدة عطتنا من وقتها ومن مجهودها. أكيد. شكرا سيدات الغد الأفضل. ميرسي لك. صبحيتنا بتتابع ولكن بعد فاصل قصير.